معنا عبر تقنية سكايب السيدة بشرايا البشير، عضو الأمانة الوطنية المكلف بأوروبا والاتحاد الأوروبي لجبهة البوليساريو. أهلا بك سيدي، مرحبا بك. أهلا، السلام عليكم. أهلا، مساء الخير. إذن سيد أبي بشرايا، كيف قرأتم قرارات المجلس الأمن الدولي والذي قرر بموجبه تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لاستفتاء بالصحراء الغربية، وأيضا يشدد على ضرورة الوصول بحل مقبل بين طرفي النزاع؟ مساء الخير وشكرا على الاستضافة. يعني بالنسبة لنا، موقف جبهة البوليساريو كان واضحا منذ اللحظة الأولى إثر تبني القرار، ولكنه أيضا حتى قبل ذلك. القرار 26/02 المصادق عليه البارحة من طرف مجلس الأمن الدولي، والذي أعربنا بشكل واضح من خلال البيان الذي أصدرته جبهة البوليساريو اليوم عن موقفنا منه وموقفنا من العملية السلمية برمتها. بالنسبة لنا، للأسف الشديد، هذا القرار وبدلا من أن يكون سببا في إعادة قاطرة التسوية إلى سكتها الأصلية، ألا وهي سكة تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية بعد تجربة فاشلة للأمم المتحدة لمدة 30 سنة، هذا القرار، يعني كما كان مؤملا، هذا القرار للأسف الشديد قد يكون نقطة انعطاف خطيرة نحو المزيد من التصعيد والتدهور الميداني. وبالنسبة لنا، يعني تقييم هذا القرار ربما لا يتأتى يعني بالنظر فقط إلى نصه، فهو كباقي القرارات التي تمت المصادقة عليها خلال الفترة الأخيرة، ولكن تقييمه يأتي بالنظر إلى السياق الخطير الذي تمر به المنطقة، خاصة منذ اندلاع الحرب في الصحراء الغربية يوم 13 نوفمبر 2020 على إثر الخرق المغربي السافر، ولكن أيضا بسبب حالة التوتر الشديد التي تعيشها المنطقة بسبب السياسات الرعناء المستفزة والضاربة لاستقرار وأمن المنطقة التي تقوم بها المملكة المغربية. بالنسبة لنا، القرار لا يعكس على الإطلاق لا الوضع القائم، ولا يعكس خطورة هذا الوضع، ولا يحمل أدنى عنصر من عناصر الوصفة الضرورية المطلوبة من أجل التعامل مع هذه الوضعية ومن أجل إعادة بعث المسار السياسي على أساس أكثر قوة. للأسف الشديد، وهذا بالنسبة لجميع المراقبين، الانطباع الذي يتركه القرار المصادق عليه أمس بأننا ما زلنا في منطق تسيير النزاع في الصحراء الغربية على حساب نية صادقة لحله على أساس قرارات الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة بهذا الصدد. بالنسبة لنا، منطق تسيير مواصلة تسيير النزاع بدلا من حله هي مرادف لتوطيد أركان الأمر الاستعماري المغربي الواقع في الصحراء الغربية. وفشل مجلس الأمن الدولي أمس في إخراج الوصفة الضرورية للتعامل مع هذا الواقع، بالنسبة لنا ضمنيا تحمل يعني دعوة للمزيد من التصعيد وضوء أخضر للاحتلال المغربي للمضي قدما في سياسته الرافضة لكل شيء، وفي سياسته التي تتأسس على أساس الاحتلال العسكري للصحراء الغربية ومواصلة خرق جميع القرارات. البوليساريو كما أوضح البيان المصادق الذي أصدرناه اليوم استنتجت الخلاصات الضرورية من القرار، وموقفنا واضح هو مراجعة الانخراطنا في العملية السياسية، ولكن أيضا حتى من الناحية الإجرائية شكل التعامل مع الأمم المتحدة من الآن. جميل. فصاعد. طيب، السؤال المطروح الآن، هل ستجلس جبهة البوليساريو مع نظام المغرب على طاولة واحدة من أجل مواصلة المشاورات لفك هذا الحصار الدائر على الصحراء الغربية، وتأتي بطبيعة الحال تقرير المصير للشعب الصحراوي؟ جبهة البوليساريو مستعدة ومتفتحة دائما على الحل السلمي لنزاع تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية، ومعروف وكررنا ذلك مرارا بأننا متفتحون على مفاوضات مباشرة مع المملكة المغربية من أجل تسريع هذه العملية على أساس الاتفاق الوحيد
الموقع عليه ما بين طرفي النزاع إلى حد الساعة، ألا وهو مخطط السلام الأممي الإفريقي المصادق عليه سنة 1991، والذي بموجبه توجد بعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية منذ تلك السنة إلى الآن. ولكن بغض النظر عن قرار مجلس الأمن كان يعني قصر بشكل واضح عن الاستجابة لروح المرحلة وعن الإجابة عن يعني ما يتطلبه الظرف الآن. هناك قرار واضح للاتحاد الإفريقي صدق عليه في قمة ديسمبر، تم تبنيه في قمة ديسمبر السنة الماضية، ولكن تمت المصادقة عليه بشكل تفصيلي من طرف قمة مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي في مارس من هذه السنة، والذي دعا الطرفين ألا وهما الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية من جهة والمملكة المغربية من جهة أخرى باعتبارهما بصفتهما كأعضاء في الاتحاد الإفريقي إلى الدخول في مفاوضات مباشرة من أجل تسوية النزاع في الصحراء الغربية، ولكن مع التركيز على ضرورة احترام الميثاق التأسيسي للاتحاد في هذه النقطة. سيد بشراية، في هذه النقطة بالذات، نعم، في هذه النقطة بالذات مجلس الأمن بطبيعة الحال دعا طرفي النزاع على وهما الصحراء الغربية والمملكة المغربية بطبيعة الحال إلى استئناف المفاوضات الدبلوماسية، لكن السؤال المطروح: ما المانع للجلوس اليوم جبهة البوليزاريو وأيضا المغرب على طاولة واحدة؟ يبدو أن هناك جدار يمنع أن يتصل أو يصل الفرقاء أو الطرفان إلى حل سياسي سلمي. نحن ليس لدينا مانع على الإطلاق للجلوس في مفاوضات مباشرة مع المملكة المغربية، فالمملكة المغربية وجبهة البوليساريو هما الطرفان المباشران في نزاع تصفية الاستعمار على الصحراء الغربية، لكن الجلوس من أجل الجلوس لا يجب أن يكون هدفا في حد ذاته على الإطلاق، خاصة وأنه لدينا تجارب طويلة خلال السنوات الأخيرة، والإطار الذي سوف يتم تحديده من أجل عملية التفاوض في المستقبل يجب أن يكون واضحا، وفي تقديرنا قد تم توضيحه منذ الاتفاق التوقيع على الاتفاق الأول سنة 1991 والقاضي بتنظيم استفتاء تقرير المصير. ولكن للأسف الشديد مجلس الأمن الدولي يفشل للمرة الألف من أجل يعني يضيع فرصة من أجل إعادة المسار إلى سكته الحقيقية. وأتصور بأنه القرار الأمس يشكل أول خطوة تصعب من مهمة المبعوث الشخصي، من مهمة المبعوث الشخصي الجديد الأمين العام للأمم المتحدة. فنحن قلنا ونعيد تكرار بأن المشكل لم يكن في أي يوم من الأيام يتعلق بالمبعوث الشخصي للأمين العام للمتحدة، ولكن يتعلق بتحديد مأمورية مهمته في الوساطة بشكل واضح. للأسف الشديد التعابير الغامضة التي قادت أنتجت وضع الحرب منذ سنة في الصحراء الغربية هي نفس التعابير التي تمت المصادقة عليها البارحة، وهو ما يجعل من مهمة ما يحكم بشكل مسبق على المبعوث الشخصي الأمين العام الجديد في الصحراء الغربية بالفشل في مهمته. طيب سيد أبي بشراية، ربما سؤال أخير فقط: هل من اقتراحات لجبهة البوليزاريو من أجل إيجاد حلول سياسية دبلوماسية سلمية بين الطرفين وتقرير مصير الشعب الصحراوي؟ نحن المقترح تقدمت به الأمم المتحدة نهاية الثمانينات وتبناه الطرفان، ألا وهو المتعلق باستفتاء تقرير المصير. ودعني أوضح نقطة هنا مهمة: بعض الدوائر الغربية، بعض الدوائر الدولية، حتى من داخل مجلس الأمن الدولي تريد إعطاء الانطباع بأن الاستفتاء هو مقترح جبهة البوليساريو. هذه مغالطة كبيرة. موقف جبهة البوليساريو الأصلي هو استقلال الصحراء الغربية، ولهذا أعلن الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية التي تعد عضوا مؤسس الاتحاد الإفريقي الآن. موقف المملكة المغربية هو الاحتلال العسكري للصحراء الغربية. الاستفتاء هو الحل الوسط، هو الحل السياسي
المتفق عليه ما بين الطرفين والحل الديمقراطي والحل الوسط ما بين موقفي الطرفين، وبالتالي هذا هو الموقف السليم، هذا هو الموقف الذي ينسجم مع الشرعية الدولية، وهذا هو الاتفاق الوحيد الموقع عليه ما بين الطرفين إلى حد الساعة. شكرا جزيلا لك سيد أبي بشرايا البشير، عضو الأمانة الوطنية المكلف بأوروبا والاتحاد الأوروبي لجبهة البوليساريو، كنت معي عبر تقنية سكاي في هذا الملف، شكرا جزيلا لك. تابعينا الكرام، فاصل ونشهري ولنا عودة.